تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه النهارده، عباره عن مكعبات لحمه حمراء، ويفضل تبقى حمراء خالص ما فيهاش اي دهون. سبانخ، بص هما جايبين لي طبق سبانخ كبير جدا عشان الوصفه فيها خضره كتير، كريمه، بصل لومي، بهارات، زبده، بصل اخضر، كزبره خضراء، بقدونس وشبت، مكعبات طماطم، ثوم مفروم، وفصوص ثوم. اول حاجه هعملها ان انا هحط هنا الزيت، الطاسه كويس سخنه جدا، ودي حاجه كويسه. هحط كده فلفل اسود، وهبتدي احط قطع اللحمه. الزبده، انا شلت بس الطاسه عشان هي سخنت. هحط هنا بقى الصوص اللي انا هعمله للحمه، بس قبل كده احط رشه فلفل اسود مع رشه من البهارات، معلقه كده من الثوم المفروم، وهحط هنا الباقي. دايما بقول لكم ريحه الثوم مع الزبده حلوه قوي. هنحط برضو رشه كده، وبعدين نبتدي نحط البصل الاخضر. عايزه احط البصل الاخضر الاول عشان يطعم طعم الزبده كده. اقلب، ابتدي احط معلقه كده من البصل الابيض بس، واسيبه يدبل شويه. خلاص هسيبه كده ايه يدبل، احط لها بس كده ايه اللومي وبقيه الثوم اهو. نعمل ده لوحده وده لوحده عشان كل حاجه تاخد القطعه مع بعض، وبعد كده نبقى نطبقها. احسن ما نستنى اللحمه بعدين نحط كل ده عليه، اولا هتاخد مده اطول على النار، ثانيا الطعم مش هيبقى مركز زي ما نعمل اللحمه لوحدها والخضره لوحدها. اقلب كده، ابتدي بقى احط السبانخ اول حاجه. احط بقى عليها كده البهارات، هنبتدي بقى نحط الكزبره كده. كزبره اكتر حاجه بتتحط، بعديها اقل شويه كزبره وشبت، واقل حاجه يعني البقدونس، ما يبقاش زي الكزبره، الكزبره بتطعم الحاجه قوي. ونحط شبت، وهنحط معايا برضو مكعب من الزبده بس، ونسيبهم حبه كمان، نسيبهم كده حبه كمان. نبص بقى على اللحمه، ابتدي بقى احط معاها مكعبات الطماطم هنا. احط بقى كده المرقه بس، واسيبها ايه تستوي. هنجيب الكريمه وهنحطها مع الخضره،
ونقلب.